السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الأخبار؟ يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو اللي فات في الأمر لاين وتكونوا طبقتوه. أهم حاجة بطلب منكم إن كنتوا تفتحوا الأجهزة أثناء ما أنت بتتفرجوا على الفيديو، تمام؟ يعني أنت بفتح الجهاز فاتح البرنامج قدامك بتطبق خطوة خطوة من اللي أنا بعمله، تمام؟ يعني أتمنى إنك أنت تكون إيه فاتح الجهاز وتطبق خطوة خطوة من الخطوات اللي بعملها قدامك عشان تثبت في دماغك وتعرف كل حاجة موجودة فين، تمام؟ تمام. دلوقتي احنا فتحنا اول برنامج، نفس الخطوات المعتادة ان احنا بنجهز بيها، هجيب فورمات بعدين drawing limits وبكرر الخطوات عشان تثبت في دماغك. هيبدأ يقول لي lower left corner 0 و0، فهسيبها زي ما هي واقول له enter. بعد كده ادخل له 70 في 50، فمثلا هو هنا اهو الديفولت بتاعي كان ان هم 70 و50، فهبدأ اقول له اوكي. تمام. بعد كده بنقول له زد انتر ايه انتر عشان يجيب لي الدروينج ليميتس بتاعتي دي قدامي في الشاشة، تمام لغاية كده؟ تمام. طيب زود عليهم بقى، زود عن احنا اول ما نفتح البرنامج زود عليها ان انت تفعل الاورثو، تدوس على الزرار بتاعه اللي تحت كده وتفعل الاو سناب، تمام. طيب النهارده في الفيديو ده هعلمك شوية حاجات كده في البرنامج انت بتستخدمها وانت شغال، يعني النهارده انا مش هديك اوامر ولا حاجة، تمام؟ لا، ده احنا هناخد كده شوية حاجات تسهل علينا وتساعدنا واحنا بنستخدم البرنامج. بداية كده بس الشريط اللي تحت ده ممكن عند بعض الناس يكون ظاهر مش كلمات، يكون ظاهر ايقونات. فانت بتيجي كده بتعمل رايت كليك، في بقى كلمة يوز ايكونز. دي يوز ايكونز دي لو في جنبها علامة صح، بص كده هيبقى شكله عامل ازاي، هيبقى شكله بالمنظر ده. طب احنا مش عايزين نتعامل مع المنظر ده، احنا عايزين نتعامل مع الكلام. فتيجي وتعمل رايت كليك وتلغي علامة اليوز ايكون، خلاص كده. طيب دي اول حاجة نتعلمها مع بعض النهاردة. طيب الحاجة التانية ايه بقى؟ احنا خدنا الامر لاين خلاص، فانا دلوقتي هروح اجيب الامر لاين. مثلا انا هجيبه ال انتر، هيقول لي سبيسيفاي الفيرست بوينت والنكست بوينت زي ما اتعلمنا. هرسم كده شويه حاجات ايه، شويه حاجات كده ايه عشوائي، تمام. طيب انا مفعل الارسو عشان كده هو بيرسم ايه بالمنظر ده، تمام. ممكن الغي التفعيل عشان انا بقى برسم ايه، برسم عشوائي كده اي حاجه. تمام. طيب اي رسمه كده اي كلام، خلاص. عايزين نتعلم مع بعض اول حاجه الزوم. الزوم ان انت مثلا لو عايز تزوم على حته معينه من الرسمه، فبتيجي كده بالمؤشر بتاع الماوس عند الجزء اللي انت عايز تزوم عليه، مثلا وليكن الركن ده، وتقوم بقى بالسكرول بتاع الماوس كده لقدام زوم ان، تمام. زوم ان اهو. طيب عايز ارجع تاني زوم اوت، رجع السكرول لورا هتلاقي بترجع زوم اوت. بس خلي بالك ان انت كده لما عملت زوم ان وزوم اوت انت ضيعت الزوم اول اللي كنت عامله بعد drawing limits اللي هو زد انتر ايه انتر. ما هو زد دي كانت اختصار لايه، ما احنا بقينا عارفين بقى الاختصارات دلوقتي زوم. طب ايه حرف الايه ده؟ اول، يبقى زوم اول، تمام. طيب الزومنج اصلا اساسه بيجي منين؟ يعني احنا الزومنج ده بيجي منين؟ فوق في كلمة فيو، بعد فايل واديت هتلاقي كلمة فيو، لو دوسنا عليها كده هتلاقي في زوم. زوم دي بتفتح لك بقى كذا نوع من انواع الزوم. طيب احنا هنديل ويز الانواع دي كلها؟ لا مش هتديل ويز الانواع دي كلها. طب انت هتستخدم انهي حاجات بس؟ الان والاوت انت مش محتاج تجيبه من هنا، ليه؟ لانه بالسكرول بتاع الماوس، متفقين؟ تمام. طيب في اول ده اللي بنستخدمه بعد ايه؟ الدروينج ليميتس، تمام. او مثلا لو انت عملت زوم ان وزوم اوت وعايز ترجع الدروينج ليميتس، فتعمل زد انتر ايه انتر، هيرجع لك الدروينج ليميتس قدامك، خلاص كده. طيب تمام. في ايه تاني في الانواع اللي عندنا؟ في عندنا زوم ويندو، وفي عندنا زوم حاجه اسمها زوم اكستنتس. فزوم ويندو هعلمك بيتعمل بيها ايه، وزوم اكستنتس بيتعمل بيها ايه. خلينا نختار زوم ويندو، تمام. هيرجعك تاني للرسمه، مستني منك انك تفتح ويندو شبه الويندو اللي بتفتحها مثلا لو عايز تسلكت شويه فايلات على الديسك توب، تمام. وتعمل بقى الويندو دي على الجزء اللي انت عايز تزوم عليه. مثلا والله انا عايز ازوم على الجزء ده، فاروح جاي كده بالماوس اهو عامل كليك، تمام، واروح ايه عامل كليك كمان يزوم على الجزء ده، خلاص. طيب عايز ارجع، خلاص ارجع بقى بالسكرول بتاع الماوس اعمل زوم اوت، خلاص يرجع الرسمه زي ما كانت، يبقى ده كده الزوم ويندو. طب هل لازم اروح لفيو بعد كده اجيب زوم والقصه دي كلها؟ لا 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 لا، انت ممكن تشتغل بالاختصارات، هتقول له زد انتر بعدين دبليو انتر. ما الزد اختصار زوم والدبليو اختصار ويندو، تمام. تعالى كده اكررها لك تاني اهو،
زد انتر، شوف كده هتلاقيه كاتب في الايه، في الكوماند ويندو، ما احنا عنينا على الكوماند ويندو، هتلاقيه كاتب الانواع كلها اللي موجوده في الايه، في الزوم، فاختار منها ويندو اللي هي اختصارها دبليو. تمام، خلاص بقى روح افتح الويندو على الجزء اللي انت مثلا عايز تزوم عليه، وليكن مثلا الجزء ده كده اهو، هتلاقي نفسك جالك بعرض الشاشه كلها، تزوم عليه. خلاص، طيب في النوع التاني اللي قلت لك عليه الزوم اكستنت. الزوم اكستنت ده بيعمل ايه بقى؟ هقول لك على حاجه، افرض دلوقتي مثلا انا خلاص رسمت الرسمه دي، ومثلا ايه، هرسم رسمه تانية في اي مكان بقى، اجيب الامر لاين وارسم هنا مثلا اي رسمه مثلا اهو. تمام، وبعدين انا زومت فمفيش قدامي غير الرسمه دي، ضاعت الرسمه التانية، عايز اجيبها، طب اجيبها منين؟ هتعمل زد انتر اللي هو الزوم، وبعدين اي انتر اختصار اكستنتس. فانت دلوقتي هتختار اي انتر، بص عمل ايه، جاب لك كل الرسومات اللي مرسومه، يعني انت لو راسم اكتر من رسمه في البرنامج هو هيجمع لك الرسومات دي كلها بحيث ان هي تيجي قدامك فين، في الشاشه. يبقى دي فايده زوم اكستنتس، بيجمع الرسومات كلها اللي انت رسمتها تمام ويجيبها قدامك في الشاشه. تمام، طيب عايزين نجيبه من فيو اهو، هات فيو وبعدين اختار زوم وبعدين اختار اكستنتس، هتلاقيه اخر واحد. بس دي ده طريق طويل، انا ما بحبش ان انا استخدمه، انا دايما بحب استخدم الايه، الاختصارات بتكون اسرع. تمام كده، طيب ده كده بالنسبه لشويه الحاجات اللي احنا عايزين نقولها بالنسبه لزوم. خلاص، تاني حاجة عايز اعلمها لك هي الاندو. الاندو في اي برنامج طبعا انت عارف الاندو اللي هو كنترول زد، خلاص، او هنا في الستاندرد تول بار في السهمين دول اللي عكس بعض اللي هو الاندو والريدو. تمام، اندو ده ريدو. خلاص، هجيب دلوقتي الامر لاين وبرسم اهو خطوط عشوائية اهي، خطوط اهي. تمام، طيب انا دلوقتي مثلا اخر خط رسمته ده انا مش عايزه، فاروح اعمل كنترول زد هيرجعك اهو خطوه، كنترول زد كمان هيرجعك خطوه كمان. يبقى طول ما انت جوه الامر وبتعمل كنترول زد بيرجعك خطوه في الامر اللي انت عملته، انا لسه ما طلعتش من الامر. طيب انا هو رسمت اهو ورحت طالع من الامر، عملت سكيب طلعت من الامر، اعمل كنترول زد، ها هيحصل ايه بقى؟ لغى الامر بالكامل، كل الحاجات اللي انت عملتها بالامر هيتلغى. يبقى وانا جوه الامر لو عملت كنترول زد هيشيل اخر خطوه انت عملتها بالامر ده. طيب لو انا خلاص طلعت من الامر هيلغي كل الحاجات اللي انت عملتها بالامر ده. تمام كده، طيب يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا الاندو تمام بيتعمل بكنترول زد او بيتعمل بالايه، بالسهمين دول. تمام كده، طيب دلوقتي انا مثلا هعلمك حاجه جديده بقى، ان انت شغال في الامر مثلا، ادي الامر لاين مثلا شغال، عمال برسم وبعدين دوست سكيب تمام، وعايز ارجع الامر لاين تاني. ايه ده، عايز ترجع لنفس الامر تاني؟ طب هل لازم اروح بقى لقائمه درو ولا للدرو تول بار ولا ادوس حتى ال انتر؟ لا لا لا، لو عايز ترجع لاخر امر انت كنت عليه مجرد ما تدوس انتر هيرجعك تاني لاخر امر انت كنت عليه، اللي هو كان بالنسبه لنا هنا هو مين؟ الامر لاين. تمام، طيب بعد كده عايز اقول لكم على حاجه مهمه وهي السليكشن. السليكشن ان انت لو مثلا عايز تعمل سليكشن لشويه حاجات موجوده قدامك، هتعملها ازاي؟ تمام، انت دلوقتي لو كنت عايز تعمل سليكشن لشويه فايلات على الديسك توب كنت بتفتح ويندو عليهم، صح؟ جميل، طيب هنا كمان برضو تقدر انك انت تفتح ويندو على الحاجات اللي انت عايز تسلكتها. طيب بس لو الويندو دي فتحتها من اليمين للشمال، بص كده لونها ايه، اخضر، صح؟ طيب لو فتحتها من الشمال لليمين لونها ازرق. طب ايه الفرق ما بين التو ويندوز دول؟ هقول لك الفرق ما بين التو ويندوز دول في السليكشن بيبقى عباره عن ايه. انت دلوقتي الويندو الخضراء دي لو وقع جواها اي جزء من الخط او من الرسمه بتاعتك هتعمل لها سليكشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي مثلا مش هنا راسم شويه خطوط اهي، تمام، اللي انا بعمل لك سيلكشن ليها، ده دي طريقه سيلكشن، ان انا اعمل ايه، اعمل كليك على الخط اللي انا عايز اعمل له سيلكشن، دي طريقه. طيب لو انا مثلا استخدمت الويندو الخضراء، بص مجرد ما يقع جزء من الخط جواها عملت له سيلكشن، مش لازم يقع الخط بالكامل. تمام، برضو اهو تعالى هنا اهو حته من الخط وقعت هتعمل للخط سيلكشن. يبقى انت لو راسم خط او راسم دايره او راسم شكل منتظم مجرد ما يقع جزء منه جوه الويندو الخضراء هتعمل له سيلكشن.
طيب اما الويندوز زرقاء، الويندوز زرقاء لازم الخط يقع جواها بالكامل. طب ازاي؟ تعال نشوف، بص كده، ها انهي خط اللي وقع بالكامل؟ ها اللي هو الصغير ده. تعالى كده نشوف هي هتعمل سيلكشن لانهي واحد فيهم. اهي عملت سيلكشن للخط اللي وقع بالكامل جواها، لكن الخط اللي خدت منه حته لا 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 ما حصلهوش ايه؟ سيلكشن. تمام كده؟ طيب دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدك انك انت لو رسمتك كبيره مثلا وفيها تفاصيل صغيره جدا، وانت عايز تعمل سيلكشن للتفاصيل ديت ومش عايز الحاجات اللي حواليها يحصل لها سيلكشن. طب واحنا بنعمل سيلكشن ليه؟ تعمل سيلكشن عشان شويه الحاجات اللي تعمل لهم سيلكشن دول تطبق عليهم بقى اي امر من اوامر الموديفيكيشن، تمسح، تعمل كوبي، تعمل موف. تمام؟ فاحنا دلوقتي مثلا انا هرسم دايره صغيره وملكش دعوه الدايره دي اترسمت ازاي، انا برسم بس كده عشان ايه اشرح عليها. تمام؟ فانا هو رسمت هنا دايره ايه صغيره وهي دوب كانها كانت هتلمس الايه الخطين دول. فانا دلوقتي عايز اعمل سيلكشن للدايره دي من غير ما اعمل سيلكشن للخطوط اللي حواليها، عايز امسحها. طيب في حل عندك انك انت تروح تعمل عليها كده، عملت لها سيلكشن. طب افرض هي كانت صغيره قوي ان انت لدرجه مش قادر ان انت تعمل لها ايه، تتحكم في الماوس مثلا ان هو يجيبها، استخدم دلوقتي الويندو الخضراء ولا الويندو الزرقاء؟ بص كده، انا لو استخدمت الويندو الخضراء اول ما ترسم، اول ما تلمس الخطين هت ايه هتسلكت عليهم، يبقى دي مش مفيده. طيب لو استخدمت الويندو الزرقاء، بص كده، رغم ان هي لمسه الخطين هتعمل سيلكشن لمين بس؟ للدايره، واقدر دلوقتي ان انا امسحها. تمام؟ امسحها. طيب ما حضرتك يا باشمهندس ما قلتلناش بنمسح ازاي؟ تعالى دلوقتي اقول لك بعد ما عرفنا السيلكشن اقول لك بنمسح ازاي. مثلا انا دلوقتي هعمل سيلكشن للخطين دول، تمام، وبعد ما عملت لهم سيلكشن المفروض ان انا امسحهم. عندك زرار الديليت اللي هو في الكيبورد، مجرد ما تدوس عليه كده انت مسحت. طب دي طريقه. تمام؟ ايه الطريقه التانيه؟ الطريقه التانيه انك انت بعد ما تعمل سيلكشن، تمام، في التول بار بتاع الموديفاي اول حاجه اول ايقونه فيه هي ايقونه اريز، مجرد ما تدوس عليها خلاص هي هتمسح. تمام؟ دي طريقه للمسح. تمام؟ او انك انت تروح تجيب اريز الاول، الامر اريز، وتروح بقى تعلم على الحاجات اللي انت عايز تمسحها بالمنظر ده، او تعمل لها حتى ايه سيلكشن بالطريقه بتاعتنا وبعدين تقول ديليت. تمام؟ اللي هي ايه بقى انتر. خلاص كده، يبقى انت دلوقتي عشان تمسح عندك حل من اتنين، يا تستخدم زرار الديليت اللي هو في الكيبورد بعد ما تعمل سيلكشن للحاجه اللي انت عايز تمسحها، تمام كده، او انك انت تختار الاول اريز من الموديفاي تول بار وتروح بقى تتعلم على الحاجات اللي انت ايه عايز تمسحها مثلا بالمنظر ده وتدوس انتر خلاص هي اتمسحت. تمام؟ تمام. طيب هل بس اريز ممكن اجيبه من الموديفاي تول بار؟ لا، ممكن كمان بالاختصار تدوس اي انتر وتعمل سيلكشن للحاجات اللي انت عايزها وتقول له انتر. تمام كده؟ يبقى انت دلوقتي عشان تمسح انا اديتك اهو كذا اوبشن ممكن تمسح بيه، وممكن انك انت تعمل السيلكشن الاول او تعمل الامر الاول، يعني تختار امر اريز وتختار الحاجات بعدين تدوس انتر، او تعمل سيلكشن للحاجات الاول وبعدين تقول اي انتر هتلاقي الحاجات اتمسحت على طول. يبقى ده كده دلوقتي تو اوبشن لطريقه الايه المسح. طيب دلوقتي لو انا مثلا عاوز اعمل سيلكشن لكل الحاجات اللي انا رسمتها ديت، بدل بقى ما استخدم الويندو الزرقاء والويندو الخضراء، لا انا عايز اعمل سيلكشن لكل الحاجات اللي رسمتها، فمجرد ما تدوس كنترول A هتلاقي ان هو علم على كل الحاجات دي، تقدر بقى انك انت تعمل معاها اي امر بقى، سواء عايز تمسحها، عايز تعمل لها كوبي. فاحنا دلوقتي اللي خدناه مثلا ان احنا ايه نمسح، فاحنا دلوقتي مجرد ما ندوس زرار الديليت خلاص اتمسح، عايز ارجعهم تاني كنترول Z. تمام كده؟ طيب دلوقتي اخر حاجه عايز اعلمها لك، ان انت مثلا لو عملت زوم ان او زوم اوت عايز مثلا تزوم على الرسمه دي، خلاص فانا دلوقتي هاجي بالمؤشر عندها وازوم، خلاص عايز ان انا انقلها مثلا تبقى هي في نص الشاشه قدامي، اشدها ازاي؟ هو مش اتفقنا ان الفراغ ده عباره عن اللوحه او الورقه اللي انت بترسم عليها؟ انا عايز اشد الورقه دي يا سيدي اجيبها قدامي عشان لما ازوم عليها تبقى في نص الايه في نص الشاشه بدل الرسمه اللي في النص قدامي دي. بص بقى، السكرول بتاع الماوس لو دوست انت في النص هيتحول من الشكل اللي قدامك ده لشكل ايد كده، الايد دي تقدر بقى ان هي تشد الايه تشد الرسمه بتاعتك قدامك زي ما انت عايز بالمنظر ده. خلاص هي بتمسك الصفحه وتشدها، الامر ده اسمه بان. خلاص يبقى بالسكرول بتاع الماوس بتدوس عليه كده بيتحول لشكل الايد بالمنظر ده. خلاص طيب لو مش شغال معاك فانت بتقدر تعمل رايت كليك، تمام، في اي مكان، خلاص
بعد كده بتختار بان، اهو اللي انا معلم عليها دي، بتختار بان بيتحول المؤشر للمنظر ده على طول، بيفضل ثابت عليه. تقدر بقى انك انت تستخدم الليفت كليك بتاع الماوس وتقدر تحرك الرسمة بتاعتك زي ما انت عايز. تمام، دي كانت اخر حاجة عايز اقولها لكم في الفيديو ده، اللي هو بيتكلم عن بعض السمات او بعض المهارات اللي انت لازم تبقى عارفها وانت بتشتغل في الاوامر المختلفة. تمام كده، اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.